صرت كل يوم حوالي الساعتين أو ثلاثة إجي على المخيم وأعمل عيادة بشكل تلقائي بأي خيمة موجودة بعد ما شفت الحاجة الكبيرة للناس. معظم مرضانا من الأطفال وكبار السن اللي هن اللاجئين السوريين والمجتمع المضيف لهم من اللبنانيين. وقتي دائما معبى بالاتصالات، بالتليفون، التشخيص على الهاتف، احيانا امرجنسي بالليل، دائما عم كون موجود مع الناس، حتى احيانا بحس انه عائلتي وبيتي كله متطوع معي ليشتغل يساعد الناس.